بحضراتكم في المحترف. فقرتنا التانية هتكون خاصة بالتشامبيونز ليج، لسه يمكن من دقائق معدودة انتهت مراسم قرعة أبطال أوروبا للموسم القادم. زي ما حضراتكم عارفين، بطولة من أكبر البطولات على مستوى العالم، بيتنافس فيها أفضل الفرق على مستوى أوروبا. هنعرف كمان مين أفضل اللاعبين على مستوى حراسة المرمى، الدفاع، المهاجمين. هنعرف كمان مع حضراتكم مين أفضل مدرب في أوروبا. معانا ومعاكم طبعا الناقد الرياضي المتميز محمد الباز. بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي، منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كابتن هاني، اخبارك ايه؟ موجود مع حضرتك. كنت انا وانت قبل ما نخش عمالين نتابع القرعه ونشوف مين. يعني خلينا نتكلم ان الفاليو بتاعت الشامبيونز ليج القيمه كبيره جدا جدا، وكل سنه القيمه التسويقيه بتزيد وقيمه هذه البطوله دايما في تزايد، لدرجة ان بعض اللعيبة الكبار على مستوى الاندية ممكن جدا يرفض يروح لنادي ما بيتشاركش في الشامبيونز ليج. فانت شايف اولا البطولة ازاي بشكل عام؟ طبعا الشامبيونز ليج هي الهدف الاسمى لاي فريق، وخصوصا الفرق الكبيرة اللي بتنافس على البطولة دايما الهدف الاسمى. شفنا باريس سان جيرمان، شفنا الفرق الكبيرة في انتعاشة الميركاتو والتسابق والمنافسة في ضم أفضل لاعبين ليه؟ عشان الشامبيونز ليج، عشان تحقيق لقب الشامبيونز ليج. عادة ليالي الأبطال الشامبيونز ليج السنة دي شكل تاني، منافسة قوية. هنتكلم طبعا على المجموعات وعلى الترتيبات والفرق وقوة الفرق. هذا العام يشهد تطور لكرة القدم وتنافس كبير جدا، ليس فقط على الشامبيونز ليج أو بطولة أوروبا الأخيرة او اليورو او البرايمر ليج او الدوريات المحليه، لا، في تطور كبير في كره القدم، في تطور كبير في اللاعبين، في تطور زي ما حضرتك قلت، القيمه السوقيه بتزيد، المشاهده بتزيد، مكاسب كبيره لكره القدم ولينا احنا كجمهور متابعين للتشامبيونز ليج، متعه واثاره ومشاهده عاليه. صحيح.